السلام عليكم يعطيكم العافيه يا ثالث آه كيفكم حبايبي ان شاء الله انكم بخير اليوم يا ثالث نكمل مع بعض بدرس العد القفزي التنازلي آه كان معكم واجب امبارح طبعا اليوم بدنا نكمل التكميل امبارح اخذنا العد التنازلي القفزي التنازلي من منزلتين آه ومن منزله اليوم بدنا ناخذ من ثلاث منازل ومن اربع منازل يعني مئات والوف نبدأ مع بعض يا ثالث بالخط الأعداد الأول طبعا امبارح حكينا يا ثالث بحصتنا اللي امبارح انه الاعداد كل ما مشت لليمين بتزيد كل ما رجعت على كل ما رجعت على الشمال بتقل فلما يكون السهم طالع لليمين بيكون الاعداد بتزايد يعني على التصاعدي ولما تكون الاعداد راجعه للشمال بتكون الاعداد بتنازل يعني عد التنازلي نبدا مع بعض اليوم يا ثالث تسعمية وخمسين صارت تسعمية يا ترى يا ثالث زادت ولا نقصت أحسنتم نقصت نقصت لأنه هون ما في عشرات بس هون في تمام يا ثالث الآن عندي فراغ بعدين ثمانمية طب أنا كيف بدي أعبي هذا الفراغ حكينا بحصتنا السابقة بناخذ قفزة كاملة القفزة طبعا بيكون فيها عددين بناخذ قفزة كاملة بنخلي العدد الكبير فوق اللي هو تسعمية وخمسين، وبنحط إشارة الطرح، بدنا نعرف الفرق بيناتهم، الفرق بيناتهم هو مقدار القفزة، هو مقدار الأعداد اللي بتركها بالقفزة. بعدين ناقص تسعمية. صفر ناقص صفر، صفر. وخمسة ناقص صفر، خمسة. تسعة ناقص تسعة، صفر. هالصفر اللي على الشمال ما بدي إياه. شمال ايدي طبعا في عندي خمسين خمسين اذا قاعدة النمط او قاعدة القفز خمسين طب زائد ولا ناقص لاحظوا السهم راجع للشمال اذا ناقص كل مرة بدي انقص خمسين طب انا عندي تسعمية بعدها فراغ شو بدي اعبي هون حاولوا احسبوها ذهني تسعمية اذا شلنا منها خمسين شو بتصير أحسنتم بتصير ثمانية وخمسين أو إني باخذ التسعمية زي هيك بقول تسعمية ناقص عفوا خمسين صفر ناقص صفر 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 ناقص خمسة لا يجوز بستلف من التسعة بتصير ثمانية والصفر هاي بتصير عشرة عشرة ناقص خمسة خمسة والثمانية بتنزل إذا ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين الآن الثمانمية وخمسين بدي أمشي عليها النمط ناقص خ... ناقص خمسين بتصير ثمانمية طب الثمانمية بدي أمشي عليها النمط ناقص خمسين شو بتصير خلينا نأخذها على طرف ثمانمية ناقص خمسين طبعا أنا ذهني قدرت أحسبها أنا ذهني طلعت معي سبعمية وخمسين ولكن نحسبها على الكتاب على الدفتر صفر ناقص صفر 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 ناقص خمسة لا يجوز بس تلف من الثمانية بتصير سبعة والصفر هاي بتصير عشرة عشرة ناقص خمسة خمسة والسبعة بتنزل إذا سبعمية وخمسين الآن سبعمية وخمسين ناقص خمسين السبعمية وخمسين شيلوا منهم الخمسين من شو بيصيروا أحسنتم سبعمية والآن يا ثالث ننتقل لا <applause> عفوا المثال الثاني المثال الثاني زي ما أنتوا شايفين ببلش عندي ستة آلاف وثلاثمية بتصير ستة آلاف وميتين وثمانين لاحظوا العدد نقص كانت المئات ثلاث صارت اثنين تمام لا نخربط ونقول هون في عشرات إذا العدد أكبر لا لأنه المئات هون كانت ثلاث هون صارت اثنين إذا نقصت المئات تمام يا ثالث طيب الآن بدي أطلع قاعدة النمط شو بعمل؟ بأخذ القفزة الأولى زي ما هي ست آلاف وثلاثمية بطرح منها الرقم الثاني ست آلاف وميتين وثمانين صفر ناقص صفر 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 ناقص ثمانية لا يجوز بس تلف من الثلاث بتصير اثنين والصفر هاي بتصير عشرة عشرة ناقص ثمانية اثنين 2 ناقص 2 صفر 6 ناقص 6 صفر الأعداد اللي عشمال إيدي ما بتدخل فيهم اللي هم الأصفار يعني هذول ما لهم مش قيمة الآن عندي 20 20 طب زائد ولا ناقص لاحظوا العدد نقص العدد نقص وبيرجع للشمال إذا ناقص كل مرة بدي أنقص 20 6280 شيلوا منهم 20 شو بتصير؟ برافو عليكم ست آلاف و مئتين و ست آلاف و مئتين طبقوا عليها النمط طبقوا عليها النمط يعني نقصوا منها عشرين يا إما بتأخذوها هون وبتقولوا ست آلاف و مئتين و وعش... ناقص عشرين يساوي صفر ناقص صفر صفر وستة ناقص اثنين أربعة والاثنين بتنزل والستة يساوي ست مي ست آلاف و مئتين وأربعين أو بتحسبوها ذهني ستة آلاف ومئتين وأربعين شيل منهن عشرين شو بصيروا؟ ستة آلاف ومئتين وعشرين طب ستة آلاف ومئتين وعشرين بدي أطبق عليها النمط أشيل منها عشرين بأخذها هون ستة آلاف ومئتين وعشرين ناقص عشرين صفر ناقص صفر صفر واثنين ناقص اثنين صفر والاثنين هاي تنزل والستة لأنه في شيء تحتهم إذا ستة آلاف ومئتين الستة آلاف ومئتين ناقص منهم عشرين بتصير ستة آلاف ومئة وثمانين تمام يا ثالث طيب بدنا نيجي لكتاب الطالب يا ريت يا ثالث على رقم الصفحة 18 عفوا رقم الصفحة 18 بدنا نحل التدريبين هذول أكمل بالعد مئات على خط الإعداد للوصول للعدد خمسمية مطلوب مني أرجع رجوع مشان أوصل للخمسمية الآن الألف رجعت لورا صارت تسعمية قديش نقصت يا ثالث برافو عليكم مية نقصت مية أحسنتم ناقص مية إذا القاعدة دائما ناقص مية لأن الفرق بين التسعمية والألف مية تسعمية ناقص مية أحسنتم ثمانمية ثمانمية ناقص مية أحسنتم سبعمية سبعمية ناقص مية برافو ستمية أو إني يا ثالث بأخذ القفزة هاي كاملة وبقول ألف عفوا ألف ناقص تسعمية وبطرح وبطلع الفرق بيكون هو قاعدة النمط الآن نيجي لهون يا ثالث أكملوا بالعد عشرات على خط الأعداد للوصول إلى العدد 7740 آلاف وسبعمية وأربعين الآن شوفوا يا ثالث 7790 آلاف وسبعمية وتسعين بدها توصل للسبع آلاف وسبعمية وأربعين طب أنا ما عنديش رقم هون ثاني شو بدي أعمل؟ الآن أنا من عندي بدي أكتب لكم العدد مشان ما بدي أعقدكم هسا إحنا بنقدر يا ثالث نيجي نعد الفراغات واحد اثنين ثلاث أربعة خلينا نجرب مثلا 7790 آلاف وسبعمية وتسعين ناقص عشرة سبع آلاف وسبعمية وثمانين سبع آلاف وسبعمية وسبعين سبع آلاف وسبعمية وستين سبع آلاف وسبعمية وخمسين صح قاعدة النمط ناقص عشرة هذا إذا بدنا نجرب تجريب إذا بدنا نجرب تجريب بنعد الفراغات وبننزل على قدهم عشرات مثلا إذا زبط وصلنا للعدد هاد بيكون, الع... بيكون عدي صح إذا ما زبط مثلا بجرب خمسات أنزل خمسات إذا ما زبط بجرب أنزل مثلا اثنينات بجرب أنزل أربعات بجرب أنزل مثلا ثمانيات تمام يا ثالث ولكن أنا مشان ما بدي إياكم تتعقدوا من الدرس سبع آلاف وسبعمية وتسعين صارت سبع آلاف وسبعمية وثمانين كمان ننقفز قفزة شو بتصير سبع آلاف وثمانمية عفوا سبع آلاف وسبعمية وسبعين بعدين أحسنتم سبع آلاف وسبعمية وستين كمان سبع آلاف وسبعمية وخمسين وبهيك أنهينا ثالث العد القفزي على خط الأعداد الآن بدنا ننتقل ل العد القفزي على الجدول لحظة عندي هون يا ثالث هي الجدول الجدول فيه أعداد في عندي خانة فيه هيها اسمها قاعدة النمط أنا لحتى أكمل النمط بدي ألاقي القاعدة تاعت النمط نبدأ من اليمين طبعا حكينا انه خط عنه خط الاعداد بيبدا من اليمين لليسار عفوا من اليسار لليمين على عكس الجدول الجدول ببلش فيه من اليمين لليسار اذا كان العدد العد تصاعدي بيكون برضه من اليمين لليسار ببلش بالعدد الصغير وبنهي عند العدد الكبير واذا كان العد تنازلي ببلش بالعدد الكبير وبنهي عند العدد الصغير هذا الحكي اللي حكيناه عن الجدول يا ثالث الآن عندي الستمية صارت خمسمية وتسعين أنو أكبر الستة ولا الخمسة أحسنتم الستة يعني حتى لو هون في عندي منزلة عشرات ولكن أنا عندي الستمية أكبر لحتى أعرف قاعدة النمط بأخذ القفزة هاي بحكي ستمية اللي هو العدد الكبير ناقص العدد الصغير خمسمية وتسعين صفر ناقص صفر 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 ناقص تسعة لا يجوز بستلف من الستة بتصير خمسة والصفر هاي بتصير عشرة عشرة ناقص تسعة واحد خمسة ناقص خمسة صفر عشرة قاعدة النمط عشرة طب الآن أنا كيف على الجدول بدي أعرف إنها زائد ولا ناقص يعني تصاعدي ولا تنازلي بطلع على العددين لما مشى لتحت لما مشى لتحت للشمال زاد العدد ولا نقص أحسنتم نقص إذا العدد بتناقص العدد بتناقص يعني ناقص عشرة نيجي لهون خمسمية وتسعين ناقص عشرة أحسنتم احسبوها ذهنية ثالث العشرة عشرات يعني بدي أنقصها من التسعين بدي من التسعين والخمسمية ببلشش فيها هاي خمسمية تسعين ناقص عشرة ثمانين طيب خمسمية وثمانين ناقص عشرة برضو احسبوا ذهنية ثالث الخمسة ما إليش فيها مئات أنا قاعدة بنقص عشرات بنقصها من الثمانين ثمانين ناقص عشرة سبعين إذا 570 ننتقل للمثال الثاني سبعة آلاف وأربعمية صارت سبعة آلاف وثلاثمية وثمانين لاحظوا الأربع آلاف صارت ثلاث آلاف نقصت نقصت الآن بدي أطلع قاعدة النمط بأخذ العدد الكبير اللي هو سبعة آلاف وأربعمية بطرح منه العدد الصغير سبعة آلاف وثلاثمية وثمانين صفر ناقص صفر 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 ناقص ثمانية لا يجوز. بستلف من الأربعة بتصير ثلاث، والصفر هاي بتصير عشرة. عشرة ناقص ثلاث، عفوا. عشرة, عشرة ناقص ثمانية، اثنين. ثلاث ناقص ثلاث، صفر. سبعة ناقص سبعة، صفر. إذا عشرين. قاعدة النمط عشرين. طب زائد ولا ناقص؟ بطلع على خط الأعداد كان 7400 صار 7380 لما تحرك للشمال نقص إذا ناقص الآن 7380 أنا بدي أنقص عشرات ما بتدخل بهذول 7300 زي ما هم 80 ناقص 20 بنقص من العشرات القيمة اللي عندي هون ليش؟ لأنه قاعدة النمط عشرات ثمانين ناقص عشرين. أحسنتم، ستين. الآن سبع آلاف وثلاثمية باخذهم زي ما هم. ستين ناقص عشرين. أحسنتم، أربعين. بهيك يا ثالث، إحنا حبايبي أنهينا درس العد القفز التصاعدي والتنازلي على دفترنا. بدي أنتقل معاكم لصفحة 18 في عندي الجدول هذه ثالث أكمل ثم أحدد قاعدة النمط فيما يأتي لا إحنا بدنا نحدد قاعدة النمط بالأول أنا بدي أخذ لكم هاي وهاي وأطلع أنا قاعدة النمط إلهم وإنتوا بتكملوا حل الباقي ثمانمية صارت سبع سبعمية وتسعين لاحظوا هون ثمانمية، هون سبعمية. نقص العدد. نقص العدد. باخذ بقول ثمانمية ناقص سبعمية وتسعين. صفر ناقص صفر، صفر. صفر ناقص تسعة لا يجوز، بستلف من الثمانية تصير سبعة. والصفر هاي بتصير عشرة. عشرة ناقص تسعة، واحد. سبعة ناقص سبعة، صفر. إذا عشرة. عشرة. طيب زائد ولا ناقص؟ أحسنتم، العدد قاعد بقل، إذا ناقص. ألف وثمانمية طبعا انتو بتكملوا الفراغات هاي ثالث انتو بتطبقوا على النمط الف وثمانمية صارت الف وسبعمية وعشرين بوخد القفزة كاملة هيك زي ما هي الف وثمانمية ناقص الف وسبعمية وثمانين صفر ناقص صفر 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 ناقص ثمانية لا يجوز بس تلف من المنزل المجاورة بتصير سبعة والصفر هاي بتصير عشرة عشرة ناقص ثمانية اثنين سبعة ناقص سبعة صفر واحد ناقص واحد صفر عشرين عشرين طيب زائد ولا ناقص أحسنتم العدد قاعد بقل العدد بقل إذا ناقص وهسه بتطبق قاعدة النمط يا ثالث نفسها الآن يا ثالث هذا عليكم واجب منزلي تمام يا ثالث يعطيكم الف عافيه حبايبي